لم يجر اليهود أن يقولوا للمسلمين أن هناك تبشير بعيسى عليه السلام ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام في التوراة في سفر التثنية. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ لهم من جبل فاران. ومعنى الكلام ده جاء الرب وتجلى لموسى عليه السلام وأعطاه التوراة في سيناء. ومعنى وأشرق لهم من سعير هذه بشارة بعيسى عليه السلام، فسعير هو جبل من جبال يهوذا بفلسطين. وبشرت التوراة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت وتلألأ لهم من جبل فاران، وجبل فاران هو من جبال مكة. واللي بيأكد كده إن سيدنا إسماعيل عليه السلام في التوراة سكن برية فاران. ولن يذكر لنا النصارى أنه جاءت البشارة بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في إنجيل يوحنا الإصحاح رقم 14، واللي فيه بيقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. الحقيقة إنها حاجة في منتهى الغرابة. إيه وجه الاستفادة على أهل الكتاب من التصديق ببعض الأنبياء والتكذيب ببعض، من التصديق ببعض الكتب السماوية المنزلة والتكذيب ببعض؟ أي منطق في هذا؟ قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وما وجه الاستفادة من الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.